إتلافه وتبديله، فما تدور على حال تكون بها كما تلون في أكفابها الغرور. صرت يا أخي صرت. سعيدة بالمشاركة ديالي في هذا الحفل البهيج اللي تيجمع ما بين المسرح الموسيقى والغناء، واللي غادي نقدموا فيه ان شاء الله مجموعة من القصائد اللي تكتبت في البوردة. غادي تكون قصيدة ديال الشاعر المغربي الحلوي، قصيدة ديال كعب بن زهير، قصيدة ديال أمير الشعراء أحمد شوقي. فغادي يكونوا عدة، غيكونوا 4 ديال القصائد، داكشي باش سميتها رباعية البوردة الشريفة. فهاد القصائد غادي يديوهم مجموعة من الفنانين، وغادي يكونوا ممثلين على المسرح إن شاء الله، ويكونوا أطفال البوردة حتى هما اللي فرحانين بالمشاركة ديالهم. حنا فرحانين أنهم يكونوا معنا. والجميل في الامر هو ان كل واحد سواء الممثلين ولا العازفين ولا المغنيين غادي يحط اللمسه ديالو، وهذه شي حاجه اللي تتخلي العمل يكون جميل ويعجب الجمهور. بالنسبه لطريقه العمل، كاينين دي بارتيسيون اللي كيتعطاو للموسيقيين واللي كيشتغلوا عليهم، كل واحد كيشتغل عليهم بوحدو، من بعد عاد كيتجمع فريق العمل كله. بيان سور الكلمات حتى هما كيتوزعوا على المغنيين، والحوار كيتوزع بيان سور حتى هو على الممثلين، وكل واحد كيحفظ بوحدو. ومن بعد عاد كنتجمعوا كاملين وكنقوموا بهذاك العمل كله، وكنديروا ان فيلاج اللي كل واحد منا كيعرف فوقاش كيبدا فوقاش كيسالي، وهذا هو هذه هي طريقه العمل. انا سعيد جدا بتواجدي في هذه الفكره المتفرده اللي كتدور حول اشعار وشعراء البرده الشريفه، واللي تسمات برباعيات البرده الشريفه. الاستثناء اللي فيها انها تتغنى بخير الخلق لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والاستثناء الثاني هو ان انماط كثيره وتصور مدارس مختلفه كتجسد في عدد من الفنانين، كل واحد جاي من مدرسه جمعناها وجمعات في حبكه فنيه جميله جدا، نغمه مع مشاهد مسرحيه اللي كتحاول وكتحاكي لنا واحد الحقبه زمنيه، وكتحطنا من زمكانيه لزمكانيه واحده اخرى باش نتعايشوا مع ديك الشعراء كيف والحال اللي كان فيه هاد الشعر هذا. ثاني حاجه اللي جدير الذكر بها هو ان وصولنا لعدد من المدن، خصوصا المدن اللي انا شخصيا سعيد جدا انني نتلقى بجمهورنا بحال مدينه اكادير. فكل مدينه كتخلي لنا واحد الوقع في قلوبنا، كل تفاعل كيخلي وقع في قلوبنا. وما يفوتنيش باش نشكركم انتم كجسم اعلامي كتواكبوا هذه المشاريع البناءه اللي احنا محتاجين لها، نضيفوها في خزانه الثقافه المغربيه والابداع المغربي. فشكرا لكم، ونتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن. من يكون من لا يبتسم في وجه رجل عاداه أليس رسول الله من دايه؟